السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. اليوم في قريبا منكم هذه البرمجة العيدية، ضيفنا شخصية لسياسي لا يشق له غبار من جنوب السودان، درس ودرس في جامعة الخرطوم، هو حاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من إمبريال كوليدج بلندن، خبر الحياة السياسية في البلاد بكل صراعاتها وتصالحاتها. قبل أن ينضم إلى تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل دكتور جون غارنغ في العام 86، انشق أيضا عن الحركة في 91، ثم وقع اتفاق فشودة مع الحكومة السودانية في العام 97، ثم أيضا اتفاقية الخرطوم للسلام، وعمل بعدها وزيرا للنقل ووزيرا للخارجية في يونيو 2009. أعلن ضيفنا انشقاقه عن الحركة الشعبية مرة أخرى وأسس الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي، قطعا إنه الدكتور لاماكول أجاوين. مرحبا بك دكتور، كل عام وأنتم بخير. بالصحة والعافية، تعود الأيام. اليوم لقاء مختلف، حوار قريبا منهم، هو حوار شخصية يهدف إلى معرفة جوانب كثيرة جدا وإلقاء إضاءات عن جوانب ممكن يكون المشاهد بعيد عنا كل البعد. خلينا نبدأ بالتعريف بداية بقبيلة الشلك، هذه القبيلة التي تنتمي إليها، هذه القبيلة ربما هي الضلع الثالث في قبائل جنوب السودان. كيف كانت النشأة وكيف هي تفاصيلها في جنوب السودان؟ طبعا قبيلة الشلك هي مجاورة للسودان الآن، في ذلك الوقت كان شمال السودان، وكانت ممتدة، هي مملكة طويلة لها تاريخ يعود إلى أكثر من ربع من نصف قرن، وكانت المملكة ممتدة حتى الخرطوم وحتى الجزيرة أبا، هي كلمة من الشلوك. ودخول التركية تراجعت حدود المملكة إلى ما هي عليه الآن. طيب بحكم مجاورتها للشمال، كيف تأثرت بالشمال وكيف تأثر الشمال بها وهي بطبيعة الحال متداخلة اجتماعيا ومتداخلة من ناحية تجارية ومتداخلة في نواحي كثيرة جدا؟ نعم، والله نقول لك كيف تأثر الشلوك من علاقة بالشمال، يعني لأنهم وخاصة من جنوب كردفان والنيل الأبيض مع البني حميد أو مع القبائل الأخرى من شمال السودان، وحتى بعض ملوك الشلوك يقولون أن أمهاتهم من قبائل غير الشلوك. فإذا كان تداخل كبير جدا، وبالتأكيد كان عنده له أثر، وتركوا أثر كبير حتى في الكوة. الآن هناك أثار يعني ظهرت ترجع إلى ذلك العهد. لكن بالمقابل أثناء حركة التمرد لم تكن قوة ظهور قبيلة الشلوك حاضرة، وحتى عندما اندلعت الحرب الأهلية في العام 2013 لم تكن مشاركة في الأمر غير كقبيلة الدينكا والنوير، لماذا بتعتقد رأيك؟ طبعا الحرب 2013 أمر مختلف تماما، فعلا لم تشارك فيه القبيلة بأي صورة من الصور سوى الذين كانوا ضحايا لهذه الحرب. ولكن في العهود السابقة مثلا في 83 لحد 2005 كان الشلوك حضور في ذلك التمرد، والآن لهم قضايا محددة حاربوا من أجلها، ولذلك عندما تم تهيئة الظروف في أواخر التسعينات وقعوا اتفاقية السلام في ما ذكرت عن اتفاقية فشودة في سبتمبر 1997. ولا بد بأنه الأرض عندها أهميتها لدى كل شخص، ليس فقط لدى قبائل بعينة. وإذا تحدثنا تحديدا عن أهمية الأرض لقبيلة الشلوك، ما هي انطباعاتها عن قرار تقسيم ولاية جنوب السودان الأخير؟ وحقيقة هي أكثر قبيلة تضررت بذلك القرار، ولذلك هناك الكثير من الشباب الذين رفعوا سلاح دفاعا عن الأرض، لأنه بحكم التاريخ المنطقة كانت منطقة شلوك،
وجاء الآخرون وسكنوا جيران لهم، ولكن بمرور الزمن حصلت هناك تنازع حول الأراضي، بدأ منذ 1980، ولكن الحكومة في ذلك الوقت كانت حكيمة ولجأت إلى طرق القانونية المعروفة، فرسلوا مساحين إلى الأرض وحددوا الحدود، وظهر كأن المشكلة انتهت، ولكن في أحد الفكير تم إعادة الموضوع إلى الأمام، وهو تعاطف مع الآخرين وقرر قرارا سياسيا بأن تضم أراضي فيها خلاف إلى جهة دون الجهة الأخرى. ولذلك قضية الأرض هي كبيرة جدا، وحتى في هذه المحادثات الأخيرة ظهرت بوضوح. طب دكتور، خلينا ننتقل للسياق مختلف وعد بك بالذاكرة إلى فترة الجامعة. أنت كنت طالب متميز جدا أكاديميا، وعرفت أنك أحرزت درجات قياسية في مادة الرياضيات في كلية الهندسة جامعة الخرطوم. أرجع بين الذاكرة لتلك الفترة وذلك التميز الأكاديمي الذي أبهر حتى معلمك. طبعا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن نفسي، ولكن هذه الفترة هي فترة مهمة. فترة الجامعة هي فترة يعني خلق شخصية، وفترة الجامعة هي فترة التعارف على آخرين يعني من مناطق السودان المختلفة. ولذلك لم يكن فقط من الناحية الأكاديمية، ولكن من الناحية الاجتماعية كانت فترة مهمة جدا، والشخص لا يزال يتذكر الكثير من الزملاء الذين كانوا معنا في الجامعة في ذلك الوقت. الجامعة كذلك كانت منبر سياسي هام، وجامعة خرطوم بالذات يعني اشتهرت بأنها تبنت كثير من قضايا الوطن، كما تعلمين أن ثورة أكتوبر اندلعت في جامعة خرطوم، وحتى الانتفاضة في 85 كذلك كانت الرياضة لجامعة الخرطوم، وكان نادي سرز جامعة الخرطوم هو مكان اجتماعات النقابات والأحزاب وهكذا. ولذلك كان شخص يعني سعيد أنا كنت جزء من جامعة الخرطوم في هذه الفترة، يعني نقدر نقول لفترة تشكيل الشخصية. نقدر نقول إنه المكاسب اللي تحققت لك من وجودك في جامعة الخرطوم ليست فقط مكاسب أكاديمية وإنما اجتماعية. طيب من نواحي أخرى فكرية، كنت بتلقى نفسك أقرب أكثر للتيارات اليسارية أم اليمينية فترة جامعة الخرطوم؟ وأكيد ده كنت أقرب للتيار اليساري، حتى كنت أتهم بأنني من الحزب الشيوعي. وكيف كان شكل الأنشطة و الصحاب والزملاء اللي كانوا معاك بيشاركوك في التخصص ربما، وربما أيضا في الفكر وفي التوجهات الغريبة؟ يعني رغم أنه يعني بشعر بأني عندي اتجاه معين، لكن يعني كانت لي علاقات طيبة جدا مع كل الاتجاهات، مع الاتجاه الإسلامي، مع الجبهة الديمقراطية، ولذلك بتختلط على الكثيرين يعني أين ينتمي هذا الرجل. ولكن في يعني عندما يتم الحراك السياسي يتضح من الحديث ومن الحوار ومن طرح الأفكار يعني أين ينتمي الشخص. من من الأسماء المعروفة زاملوك في تلك الفترة من الطلبة؟ نعم كثار. الآن مثلا مضوير هو الآن وزير النقل، وكان زميلي في الجامعة في ذات الكلية وفي نفس الداخلية. كذلك أمين صبري، وكان برضو في فترة من الفترات كان هو الأمين العام لوزارة الكهرباء، لي زمن طويل ما لقيته، ما أعرف وين الآن. عدد كبير منهم موجودين إن شاء الله. وكيف كان شكل الأنشطة السياسية؟ يعني هل فقط في فكرة الأركان النقاشية والتداول الفكري اللي بيحصل بين الطلبة نفسهم، كيف كان الأجواء بشكل عام يعني اجتماعيا وأكاديميا؟ هناك أنشطة دائمة، هناك أنشطة موسمية تقوم في جامعة الخرطوم. الأنشطة الدائمة دائما في الجرائد الحائطية،
وفي ندوات شبه اليومية، وفي نادي الطلاب الذي هو يعني زي خلية نحل من النشاط. هناك أنشطة موسمية مثل الانتخابات، حيث تترشح المجموعات السياسية المختلفة في قوائم ويتم التصويت عليها والدعاية لها وهكذا. فهناك منابر كثيرة للأنشطة. طيب نجي لنقطة انطلاقة انتفاضة إبريل 6 أبريل، كيف شكلت لاماكول سياسيا؟ طبعا كنت عضو في نقابة أساتذة جامعة الخرطوم في ذلك الوقت، وعندما بدأت المواجهة بين النقابيين مع نظام مايو، قاد هذه المواجهة النقابات والتنظيمات المهنية. وأتذكر أنه كان أول إضراب كان للقضاء، القضاء دخلوا في مشكلة مع نظام مايو، إلا أن النظام عندما قرر أن يؤسلم القانون أعطى القضاء يعني مرتبات عالية جدا. أسلمت القانون نفسه، أصبحت قضية جديدة مضافة إلى القضايا المطروحة في ذلك الوقت. وكما تعلم أن الاقتصاد بدأ يعني يتراجع كنتيجة لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي تلك الظروف شعرت النقابات بأن مكاسبها تتراجع مع الزمن، ولكن كان لا بد من قضية مهمة. يعني صح ممكن يكون المشاكل مترادمة وقضايا موجودة ممكن تكون تسير ضد النظام، ولكن لا بد من نقطة انطلاق لهذه القضايا، زي ما تسميه شرارة ممكن تولع الشحن الموجود. فعندما حصل محاكمة الأستاذ محمود محمد طه وتم إعدامه، كانت الفرصة لكل التنظيمات أن تنتهز هذه لكي تقوم بمبادرة أولى. فأتذكر أنه قامت ندوة في نادي الأساتذة بهذه المناسبة، وهي كانت ممكن تقول المفصل الذي أعلن فيه تكوين التجمع النقابي. التجمع النقابي هو الذي قاد الانتفاضة ضد النظام. والأحزاب تأخرت كثيرا كما تعلم، هذه الأحزاب تحاسب بتضرب حسابات كثيرة قبل ما تقرر تعمل أي شيء، لكن النقابات هي التي قادت الأمر. وخرج المظاهرات في مدرمان، وذكر نميري رد أنه ديل أشخاص مؤثر ما عندهم أثر لأنه هم بقايا الحزب الشيوعي وحزب البعث، وسافر إلى واشنطن. بعد ذلك خرجت الجماهير إلى الشارع بقيادة التجمع النقابي بما فيه نقابة أساتذة جامعة الخرطوم. كان في أي عام؟ في 85، في أواخر مارس وبداية إبريل. والأحزاب لم تنضم للركب إلا في الثاني من إبريل، وفي الرابع من إبريل بدأ الاتصال مع القيادة العسكرية. الوقت ده وزير الدفاع هو المشير سوار الدهب. وأتذكر أنه لما اتكلم معهم الناس التجمع النقابي هو كان متردد كثيرا، ويتخيل أخذ فتوى، وده بعض الذي قرر أنه خلاص الجيش انضم إلى المسيرة الشعبية، وتم إعلان إسقاط نظام مايو وتكوين مجلس عسكري من 15 شخص برئاسة المشير سوار الدهب. طيب بعدها قررت أن تنضم إلى حركة التمرد،
متى كان هذا لم الأمر؟ يكن مباشرة، لم يكن مباشرة، وإنما بعد سنة تقريبا من الانتفاضة 86. 86 حقيقة كنت عضو في الحركة منذ 83، لكن بطرق سلمية كنت بنشر فكرة الحركة هنا في السودان. وأكثر أبناء، وكان هذا الفكر لم يسر حفيظة أي شخص أو أي جهة ما في تلك الفترة يعني؟ والله في ناس طبعا ضده وفي ناس معه، يعني الخطاب السياسي للحركة في ذلك الوقت خطاب ينادي بوحدة السودان، وده طبعا كان مفاجأة لكثير من الدوائر السياسية. من المعروف دائما أن الحركات الجنوبية تطالب الانفصال، سواء كان الأنيانة أو الأنيانة اثنين وهكذا. فظهور الحركة الشعبية وهي تطالب بوحدة السودان كانت مفاجأة للجنوبين وللشماليين في نفس الوقت، ولذلك وجد تجاوب كبير في الشمال، وده السبب اللي أدى إلى أن عدد كثير من أبناء شمال السودان ينضموا للحركة، لأن الخطاب كان خطاب وحدوي. طيب لماذا دفعت أو انحست أو جاءتك فكرة الانضمام ساعتها لحركة التمرد والتنازل عن كل ما كنت تدعي له في تلك الفترة؟ وطبعا حصل مضايقات لما كنت موجود هنا، وحتى سجنت، كنت في سجن كوبر لفترة من الزمن بتهمة أنه مشارك في انقلاب ضد الحكومة كمعتقل سياسي يعني. كمعتقل سياسي، كنت معتقل سياسي نعم، ولكن التجمع النقابي وتجمع التحالف الوطني لإنقاذ البلاد هم سعوا بأن يطلقوا سراحي وهكذا. طيب أنت ذكرت أنك أنت منذ العام 83 كنت بتنشر فكر الحركة الشعبية هنا، كيف كانت علاقتك في الوقت ذاك بالدكتور جون غارين؟ كيف كان تواصلك؟ كيف كان علاقتك؟ طبعا كنت متواصل معه، عشان كده كنت. هل هي يعني هذه العلاقة تصنع بأن علاقة حميمة في ذلك الوقت؟ نعم هي علاقة مبنية على الفهم المشترك والفكر المشترك. جون غارين التقيت به يعني قبل ما يتمرد يمكن مرتين، ثالثهما هو في مطار. المرة الأولى كان عند اعتقال نائب رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس المجلس في سنة 82، فطلبنا منه أن يستخرج لنا إذن من اللواء عمر محمد الطيب لكي نزور الأخوان الاثنين، هما كان ناس يعني لنا صلة قوية معهم سياسيا يعني. دي كانت المرة الأولى، وفعلا ذهب وطلع علينا التصريح ومشينا زرنا الأخوين. مرة ثانية في ندوة، في محاضرة في جامعة الخرطوم في معهد الدراسات الاقتصادية والتنموية، كان بروفيسور سأذكر اسمه، هو اللي كان مسؤول عن هذا المعهد، وحضر هذه الندوة. وده كان عابر، لكن المرة الثانية بالضبط كان لما كنت محاضر في جامعة خرطوم، وزميله اسمه يوانس يور، ليس يوانس يور شقيقي وإنما يوانس يور آخر عقيد في الجيش في ذلك الوقت، وكان في نفس الرتبة معه، وكان طلب منه أن يوصله بعربته إلى مكتبي في الجامعة، وحضروا الاثنين وقعدنا في المكتب وشربنا الشاي وهكذا، وانتهينا من أمرنا مع أخي وذهب. يعني هي كانت علاقة من يتشارك الفكر والهم. لم يكن علاقة يعني اجتماعية قوية.
طيب قد يتساءل البعض دكتور لام، يعني ما الذي يفعله شخص أكاديمي بحث؟ ما هي المهام التي يمكن أن يطلع بها في التمرد؟ طبعا في كثير من الناس لا يدري أنه أي حركة سواء كانت حتى عسكرية يحتاج إلى برنامج سياسي، لأنه بدون برنامج سياسي لا تستطيع أن توصل ما تريد، ولا تستطيع أن تقنع الآخرين بأنك حركة تستحق الوجود أولا وتستحق المساعدة ثانيا. ولذلك العمل الفكري كبير ليس فقط العمل العسكري. ومن يحرك العمل العسكري في الأساس هو الفكر. بالضبط، هذا ما أردت أن توصله يعني. نعم. في ذلك الوقت. نعم. طيب، لديك مؤلف بعنوان رؤية من الداخل لثورة إفريقية، حاولت في هذا المؤلف أن تنظر وتنقل وجهة نظر نقدية، وأنت كنت شخص مساهم بفعالية في حركة التمرد في ذلك الوقت، ما الذي أردت أن تقوله عبر هذا المؤلف؟ المؤلف طبعا هي عبارة عن تقييم للفترة التي كنت فيها في الحركة، في جزء منه لما كنت هنا في الداخل. الرسالة الأساسية في هذا الكتاب هو أن الحركة لم تكن منظمة سياسيا، وإنما كانت تعتمد على القوة العسكرية فقط، وإن هذا النهج يخالف ما هو معروف في كل الحركات التحررية، إنها تبدأ بفكرة سياسية، وهذه الفكرة السياسية هي التي تقرر فيما إذا كانت هناك حوجة لعمل مصلح أم لا. وإذا كان هناك عمل مصلح، هذا العمل المصلح لابد أن يخضع للقيادة السياسية. كان العكس في الحركة الشعبية، إنه كانت جهاز عسكري ولا تعطي للفكر ما يستحقه من أهمية، وده نتائج حصل يعني فيما بعد. أنا كنت بصدد سؤالك إنه إذا يعني. كان إذا أصلا تعتمد على القوة العسكرية، إنما تضع السلاح خلاص ما حتلقى طريقة تانية تمشي وين. لكن السياسة هي التي دكتور لام يعني ما آلت إليه فترة حكم الحركة الشعبية الآن، كيف تراه؟ كان معروف، أنا شخصيا لما قلت الكلام ده من بدري في ناس كتار يعني وصفوها افتكروا إنه أنا بكره الحركة، ولا ده شخص يعني ما داير الحركة الخير. لكن قلنا هذا الكلام لم يكن توقعت، لم يكن تنبؤا، وإنما تحليل الواقع، إنه أي حركة غير مبنية على فكر سياسي قوي وعمل سياسي متين لا يستطيع الصمود أمام المشاكل التي يعني تواجه الدولة، وفعلا انهارت الحركة. طيب، إذا أردنا أن نحلل أكثر ونحاول أن نستقرأ الأحداث في ذلك الوقت، ما هي أكثر القرارات اللي كانت موفقة من وجهة نظرك لدكتور جون غيرنغ، وما هي أكثر القرارات الخاطئة أو غير موفقة بالنسبة له لدكتور جون؟ طيب، أكثر قرار موفق له عندما دعا إلى وحدة السودان، كان قرار يعني في رأي المتواضع إنه كان فعلا وضعت الحركة السياسية والمقاومة العسكرية الجنوبية في المسار الصحيح، في تحليل للمشاكل التي كانت تواجه الجنوب، إنها لم تكن مشاكل يعني لن تحل بالانفصال، وإنما تحل بمحاولة تصحيح الأوضاع في السودان، والسودان والجنوب جزء منه. ده قرار سليم في رأيي، والآن رأينا ما هي نتائج الانفصال. ده واحد. أكبر قرار خاطئ هو عندما رفض أن يتحاور مع المجلس العسكري بعد ثورة انتفاضة أبريل، لأنه هو رفض، كان الجميع يتوقع إنه الحركة الشعبية كجزء مساهم في إسقاط النظام المايوي بعمل العسكري، طبعا حاولت تضعف النظام وخلقت مشاكل اقتصادية وهكذا، فلا ينكر أحد أن لهم دور في إضعاف النظام. ف
فالجميع كان يتوقع أن الحركة الشعبية بعد سقوط نظام نميري بانتفاضة شعبية وهي التي تدعو إلى انتفاضة الجماهير والديمقراطية وهكذا، كان الجميع يتوقع أنه يا يكون جزء من الانتفاضة أو على الأقل تفاوض المجلس العسكري، لكن رفض وصنف المجلس بأنه مايو 2، في حين أنه قبل أن يتفاوض بأن يتعامل مع الجانب المدني للحكومة. طبعا مجلس الوزراء كان مكون من مدنيين، ويستحيل أنك يعني تحاول تقسم الحكومة لاثنين. وطيلة هذه الفترة كان يفاوض الأحزاب فقط ولا يفاوض الحكومة، وأكيد أنه إذا دار سلام ما ممكن تجد سلام. من بعد ذلك تبدلت مواقف دكتور لاماكول وتغيرت اتجاهاته، محطات كثيرة جدا حنقف عندها بشيء من التفصيل. فاصل قصير ونعود من بعده إلى مواصلة قريبا منهم مع دكتور لاماكول. عيد سعيد، عيد سعيد. أهلا بكم من جديد، كل عام وأنتم بخير. ما زال برمجتنا قريبة منهم مع دكتور لاماكول أجاوين، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي، معه اليوم في لقاء خاص نحاول من خلاله تقليب عدد من الصفحات وإعادة الذكريات أيضا. دكتور لام، في العام 97 تم توقيع اتفاقية فشودة، ثم من بعد ذلك اتفاقية الخرطوم للسلام، ويمكن بعد أكثر من 10 سنوات كانت مليئة بكثير من الأحداث، و هاتين الاتفاقيتين تحديدا سبقتهم عدد من الاتصالات والمداولات والحوارات، كيف كانت أجواء؟ طبعا اتفاقية الخرطوم هي سابقة لاتفاقية فشودة، يعني الخرطوم كانت في أبريل وفشودة في سبتمبر، بس حبيت أصحح الجزئية دي. ولكن طبعا منذ هي لقربهما وجودا في سنة واحدة يمكن يختلط الأمر لكثير من الناس. منذ إعلان الناصر في 1991 تغيرت سياسات الحركة تجاه السلام. كما ذكرت من قبل كانت السياسة هي الحوار مع الأحزاب وليست مع الحكومة. يمكن أول لقاء مع الحكومة كان في أواخر يونيو في 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 أديس، تذكر في حكومة كونا صادق وعمل فيها لجنة سلام. فكان قبل أقل من أسبوع من قيام ثورة الإنقاذ، كان أول لقاء مع الحكومة. لكن طيلة هذه الفترة كانت اللقاءات مع الأحزاب أو التحالف الوطني لإنقاذ البلاد. تغير هذا الوضع تماما بعد إعلان الناصر، لأنه رأينا أنه الحكومة هي التي تستطيع أن يعني تحقق السلام، لأن في يدها مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش. يعني إذا كان داير الحرب تجيف، التعليمات واللازم تصدر من القيادة الدولة، قيادة الدولة. ولذلك رأينا أن يتم التفاوض مع الحكومة مباشرة. فهذا هو الذي فتح الطريق أمام الاتصالات بينه وبين الحكومة هنا في الخرطوم بقيادة ثورة الإنقاذ الوطني. في ذلك الوقت يمكن تزامنت هاتين الاتفاقيتين مع حادث مصرع النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك الزبير محمد صالح، كيف هي هذه الحادثة في ذاكرة دكتور لاماكول؟ لا actually في 97 فبراير النائب 97. الأول هو الذي يعني قاد هذه الاتفاقيات، هو الذي التقى برياق مشار في الناصر في 97،
والذي وقع معه الميثاق السياسي في أبريل 96 سنة قبل اتفاقية الخرطوم للسلام، وهو الذي وقع معهم اتفاقية الخرطوم للسلام في إبريل 97. هو اللي كان باشر كل إجراءات توقيع الاتفاقية. الحادثة حصلت في فبراير 98. والغريبة إنه أنا كنت في نفس الطائرة اللي وقعت في الناصر واستشهد فيه النائب الأول الزبير محمد طاهر، وكانت الرحلة لا علاقة بالسلام لأنه في ذلك الوقت. هي دي تفاصيل أو صور من الرحلة دكتور لام إذا شاهدتها معنا الشاشة. في العام 98. 98 في فبراير يعني. والحظ إنه في فبراير طبعا نهر الصوبات يعني منخفض شديد. اللي أنت ملاحظ الطيارة مست القاع. نعم. مست القاع ولسه الأجنحة على السطح. ولكن لو كان الخريف كان وضع آخر يعني. كان يكون وضع آخر. ده اللي ساعد في إنه كثير من الركاب يخرجوا سالمين. نتيجة إنه كان كم عدد الركاب حين وعدد الضحايا في ذلك الوقت؟ والله ما أتذكر الآن، لكن أتخيل الركاب كان أكثر من 40 والضحايا أكثر من 20. زمن طال طبعا، لكن عندي أرقام دي في حتة تانية، لكن هذا هو الرقم. طيب بعد عتل الخرطوم وكانت بالتأكيد الأجواء مختلفة عما تركت عليه، كيف كان كانت الوضع؟ حزني طبعا، يعني مش بس فقدنا النائب الأول وفقدنا أرق طون أرق، برضو كان قيادي كبير في الحركة من الذين اختاروا سبيل السلام، وفقدنا إخوة آخرين كانوا برضو في ملف السلام، وكانت فعلا أجواء حزن. ولكن طبعا الإرادة السياسية كانت أقوى، إنه لا بد من مواصلة الطريق لكي نجلب السلام لجنوب السودان. يمكن بعد ذلك حدثت تحولات وتغيرات كثيرة جدا في توجهات لمكول السياسية. انضممت من بعدها لحزب المؤتمر الوطني وانسلخت وخط تجربة مع أمين بناني ومكي بلايل، ثم عدت للحركة الشعبية مرة ثانية. كل هذه التغيرات في المواقف والرؤى البعض وصفوا ببحثك الدؤوب ربما عن الفردوس الذي لا يوجد حقيقة على الأرض، أو ربما هو شخصية قلقة لدكتور لامكول، بماذا تصفه أنت؟ لا هذا ولا ذاك. حقيقة يعني أنا دائما يعني صريح مع مواقفي، إذا كان الموقف يعني بيتطلب إنه يكون في مواجهة بواجه. دخلنا المؤتمر الوطني لأن المؤتمر الوطني هو شريك الذي وقعنا معه السلام، وفعلا وجدنا تعاون، وحتى في داخل المؤتمر كوننا ما يسمى بمنبر الجنوب، برضو وجد تجاوب من القيادة. ولكن تطبيق الاتفاقية تعرضت لكثير من الصعوبات. منو من شخصيات الجنوب كان في الوقت ذاك معاك وبيشاركك نفس الرؤى؟ جورج كونغور اللي هو كان نائب الرئيس كان معنا في منبر الجنوب، أليسون، عدد كبير من القيادات اللي كانت في 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 مؤتمر وطني اصلا هم معنا كان في منبر جنوب السودان. ولكن تطبيق الاتفاقيه تعرض الى كثير من المشكلات، وخاصه الجانب العسكري. يمكن الاخوه في الجيش ما تفهموا قصه تواجد قوات منفصله من الجيش لحين اجراء الاستفتاء، ولذلك اصبحت خلقت مشاكل، وبانهيار الجانب العسكري من الاتفاقيه معنا الاتفاقيه انهارت، وده السبب الذي ادى الى خروجنا من المؤتمر الوطني. طيب لما عدت بعدها للحركه الشعبيه رحب بك دكتور جرنج واستطاع ان يثق فيك بسهوله بعد تبدل هذه المواقف؟ وطبعا جرنج كان يحتاج الى حلفاء فعلا، ربما لا يرتاح للذين خرجوا عنه في فترة من الفترات، ربما تقول إنه لا يعني
يرغب في التواصل المباشر معه، لكن يعلم مقدرات الناس ويعلم انه مهما كان الخلاف يعني كان ترحيب حوجة ولا هو وليس هو ترحيب لا لم يكن ترحيب للشخص، لم يكن ترحيب بدليل انه حتى يعني الموقع القيادي في داخل الحركة بعد التوحيد كان موضوع خلاف إلى حين توفاه الله. لم نتفق في أنه أين سنكون في الموقع القيادي، كان يعرض لي مواقف أدنى وأرفض هذه المواقف، ولذلك لم أنضم بصورة رسمية للقيادة العسكرية للقيادة السياسية للحركة إلا بعد تولي سلفكير لمقاليد الأمور في الحركة. طيب لو حاولنا أن نعقد مقارنة بين اتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية نيفاشا، رؤى المحورية وسلاسة التطبيق، هل كانت في أي فروقات ما بين الاتفاقتين؟ وطبعا طبيعة الاتفاقيتين مختلفة خالص، يعني اتفاقية الخرطوم وفشودة للسلام كانت اتفاقية ذاتية، ما كان في طرف ثالث في 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 هذا الأمر. اتفاقية نيفاشا فيها أطراف خارجية، سواء كان من إيجاد، سواء كان المجتمع الدولي، وهذه الأطراف فرضت وجود أثرت سلبا في العلاقات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني أثناء التطبيق، وكلنا نعلم ما كان يجري من مشاكسات وهكذا. هذا لم يكن موجودا في اتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية فشودة للسلام. يعني نقدر نقول أن المراقبة الدولية دي كان عندها أثر في تطبيق الاتفاقية الأخيرة. طبعا كان عندها أثر واضح، وكان أنا في رأيي هو الذي أدى إلى مواجهات بين الشريكين في اتفاقية السلام الشامل، لدرجة أنه حتى الحركة الشعبية كانت عندها تحالف يسمى تحالف جوبا مع معارضة المؤتمر الوطني، يعني مع الحزب الشيوعي ومع المؤتمر الشعبي وغيرهم، كانوا في تحالف مع الحركة الشعبية، والحركة الشعبية من المفترض أن يكون شريك مع المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية، فكان هذا وضعا غريبا، وبالتالي يعني كان آثاره سلبية في تطبيق الاتفاقية. بعد اتفاقية نيفاشا في 2005 تم توقيعها، عدت إلى الخرطوم مرة أخرى، شغلت منصبين، يمكن وزير للنقل ومن بعد ذلك وزير للخارجية لمدة عامين. كيف وجدت الخرطوم وكيف كانت الأجواء ساعتها؟ كنت وزير نقل في إطار تطبيق اتفاقية فشودة وخرطوم للسلام، ويمكن في ذلك الوقت كنت أجد كل التعاون الكامل من قيادة الدولة، من الرئيس البشير والنائب الأول علي عثمان محمد طه والنائب جورج كونغور، كلهم كانوا في تعاون تام معي. وقضيت 4 سنين في الوزارة، سنين حافلة جدا من حيث ما تم من عمل. لما كنت وزير الخارجية الوضع اختلف، إنه طبعا مفهومي لتطبيق الاتفاقية هو انه ده شراكة بين الأحزاب السياسية الموجودة في حكومة، وإن أي حكومة عندها سياسة متفق عليها بين الجميع، ولذلك الوزير يؤدي عمله تنفيذا لهذه السياسة وخدمة للوطن وليس للتنظيم الذي تنتمي إليه. فذهبت في هذا الخط، ولكن هذا طبعا لم يجد قبول من قبل زملائي في الحركة الشعبية، ولذلك توترت العلاقات بينها وبينهم، وهذا هو ما أدى إلى إقالتي من الوزارة بعد سنتين من تولي إليها. ولكن كنت سعيدا جدا أنه خدمت في هذه الفترة بالطريقة التي خدمت بها، أنا كنت مقتنع أنه ده الطريقة السليم. طيب. أنا كان أفضل لي أقعد سنتين بدل ما أقعد 20 سنة وشغال شغل ما صح. أنت في وقت من الأوقات كنت من دعاة الوحدة دكتور لام، وهل تبدلت ما تغيرت؟ هل تبدلت مواقفك فيما بعد وأصبحت من دعاة الانفصال؟ لم أعدو للانفصال
صورة من الصور. كان موقفك ثابت كنت أرى أنه يعني من الضرورة أن يعمل كل الأطراف لتحقيق الوحدة، ولكن طبعا الوحدة يعني لها متطلبات. من متطلبات الوحدة أنه يتم التفاهم في مستقبل البلاد، أنه كيف نحكم أنفسنا، كيف نقدم الخدمات لكل الناس، كيف يكون هناك تنمية وهكذا. الذي حدث هو أن الإخوة في الحركة الشعبية في الحكم لم يلتزموا بما وعدوا به. يعني لو لاحظت الذين كانوا في الحكومة هنا في على مستوى المركز، وكان في عدد من الوزراء، يعني أتذكر تقريبا 7 وزراء، بالهم ما كان في إنه ينجز. لأن أنت إذا كان أنت كحزب سياسي، إذا كان هدفك هو وحدة البلاد، إذن ده عنده متطلبات، وهذه المتطلبات إنك تنجز في كل السودان، عشان لما نجي انتخابات تكون عندك برنامج مطروح وإنجاز تستطيع أن تعكسه. يعني الشخص في الحكومة لما يخوض الانتخابات بيخوض الانتخابات بإنجازاته، صحيح، وليس بشعارات. من أجل ذلك كان من أهم متطلبات الحركة الشعبية في فترة المداولات واتفاقية نفاشة كان حق تقرير المصير. أيوة. وتم بعد ذلك الاستفتاء. هل بتعتقد لكن تقرير المصير أخذ 6 سنين؟ صحيح. وست سنين نحن في مسؤولية في الدولة، في وزارة الخارجية كان للحركة، وزارة التعليم العالي كان للحركة، وزارة الاستثمار للحركة، وزارة مجلس الوزراء، وزارة الصحة، فيها في وزارات خدمية، وزارات سيادية، وزارات اقتصادية. يعني تعتقد أنه بالإمكان كان أن يكون أحسن مما كان؟ يعني. نعم، كان ممكن نحن ننجز في 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 كل السودان إذا كان الهم هو الوقت. وبالذات لما يأتي الانتخابات في 2008 نخوض الانتخابات على أساس أننا من كسب ومن خسر من انفصال جنوب السودان دكتور لامو؟ كل السودان خسر، الشمال والجنوب خسر، ليس هناك من كاسب يعني؟ ما أظن، وإلا من خارج الحدود. طيب الإجابة طبعا وراها كلام كثير جدا إلا من خارج الحدود. كيف بترى المستقبل الأمثل لجنوب السودان يعني في ظل المعطيات الموجودة حاليا؟ جنوب السودان مشكلتها قيادة، يعني بليت البلاد بقيادة لحركة شعبية لم تكن لها تصور سياسي للتنظيم، ناهيك عن إدارة الدولة. وهذا الحديث قيل منذ 2009 أو قبله، ولكن لم يصدق أحد. بيقولوا الحيطة القصيرة ما بتشاف. لما كنا نتكلم كأننا بنأذن في مالطا أو في وادي بعيد، لكن لابد من وصفة ناجعة، يعني لابد من وصفة ناجعة. فدار أقول لك للوصول المشكلة لبرلين. الأساسية كانت قيادة، وما زالت مشكلة قيادة تستطيع أن يعني ترسم برنامج يعني عملي لكيفية إدارة البلاد. يعني في خلال الكم سنة من 2005 لحد ما الحرب اندلعت في 2013، البترول اللي كان المصدر الوحيد للإيرادات في جنوب السودان كان الناس بيدخلوا ما يزيد عن 400 مليون دولار في سنة. أين هذه الأموال؟ لا في خدمات، لا في بنية تحتية، لا في تعليم، وهكذا غير موجود. طيب الآن وبعد توقيع اتفاقية سلام الجنوب، بتفتكر إنه ممكن يكون الأوضاع والمستقبل أحسن مما هو عليه الآن؟ والله طبعا لا نريد أن نحبط الهمم بعد هذه الفرحة بهذا الإنجاز الكبير، إنه الأطراف في جنوب السودان وقعت على اتفاقية سلام. ولكن هذه الاتفاقية
يعني نجاحها بيعتمد على أشياء كثيرة. أولا الإرادة السياسية من قبل الذين وقعوا على هذه الاتفاقية. تذكر إن هم نفس الأشخاص الذين وقعوا اتفاقية 2015 ولم تصمت هذه الاتفاقية. نتمنى إنه هذه المرة يستفيدوا من دروس 2015 وتكون الإرادة السياسية متوفرة لتنفيذ الاتفاق. النقطة الثانية إنه في هذه الفترة الانتقالية نوجه كل الموارد الشحيحة الموجودة والتي تأتي من الخارج. نتمنى إنه المجتمع الدولي يساعد في مقابلة بعض متطلبات الفترة الانتقالية. نتمنى أن نوجه هذه الإمكانيات إلى المواطن المسكين. الآن التحديات كبيرة، في هناك ما يزيد عن 2.5 مليون لاجئ وحوالي 2 مليون نازح وحوالي 250,000 في نازحين في مراكز الأمم المتحدة في داخل العواصم جوبا، ملكال، واو، بنتيو، بور. يعني خسائر لأول مرة، أول مرة يكون عندك نازحين في 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 العواصم جارين من حكومتهم، شفت كيف؟ وعندك ما يزيد عن 6 مليون محتاجين لإغاثة كنتيجة للحرب، ما كان عندهم فرصة يزرعوا ويعملوا شيء. يعني تخيل في عدد يعني سكان حوالي 10 مليون. نامل إنه البوالي يكون المستقبل دكتور لام، نامل إنه يكون المستقبل مشرق بعد توقيع. ما دل بيقول لك أنا أتمنى ونحاول أتمنى إن المستقبل يكون مشرق، بأن نستفيد من أخطاء الماضي ونوجه جهودنا في الفترة القادمة إلى المواطن البسيط الذي اكتوى من نار الحرب. ونحن فعلا لأنه لمسنا ترحيب شعبي حار كبير جدا وكبير. نعم. مما يدل على أنه فعلا الناس أصبح معاناتها لا تحتمل أكثر. بالضبط. دكتور لام، في رسائل في بريد خاص لشخصيات بعينها، هي سؤال أو لنقل محور اخترناه لنختم به هذا اللقاء معك وبكلمات موجزة لو سمحت. رسالة في بريد خاص دكتور حسن عبد الله الترابي، ماذا تقول؟ الدكتور حسن الترابي مفكر وسياسي لبق و دخل التاريخ من باب الفكر وليس من باب النسب. أستاذ محمد إبراهيم نقط، رسالة خاصة في بريده. برضو مفكر و سياسي خلق أثر كبير، وذكر إنه في 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 من قامت اتفاقية السلام قال أتمنى إنه الآن عندنا بلد بالنظامين، وأتمنى إنه في المستقبل يكون عندنا بلد بالنظام واحد. طيب، ما زلنا بنضع في رسائل موجزة لبعض الشخصيات. أمين بناني. أمين بناني طبعا كان قائد طلابي وتبوأ منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وعملت معه في سياسة، ولكن أتمنى أن في بعض الأحيان أن يتحرك بسرعة أقل في اتخاذ المواقف. مكي علي بلايل. مكي علي بلايل برضو يعني شخصية لبقة، وفعلا إجماعي في 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 صفته، وينظر إلى المحون الكبير في السودان. دكتور كاستيلو جارنج. كاستيلو جارنج عملت معه عندما كان ممثلا للحركة في ألمانيا، وفي إعلان الناصر وقف معنا رغم الدعاية الكبيرة بأنه الحركة ضد الدينكا، لكن هو
يعني تسامى فوق القبلية، وهو أعتقد أنه عنده مستقبل في جنوب السودان، لأنه اختار الفكر أكثر من القبلية. وهو ابن سلطان، يعني كان ممكن يعني يتمسك بذلك لكي يصعد إلى القمة السياسية. رسالة في البريد الخاص لدكتور جون غيرن. جون غيرن مثقف، يتعلم من الأخطاء، ويقدر مقدرات الآخرين مهما اختلف معهم في الرأي. دكتور صلاح الدين العتباني. صديق ومفكر كذلك، وأعتقد أنه صراحته مرات يعني هو صريح لأبعد الحدود، ربما تدخل في بعض المشاكل. وأخيرا رسالة في بريد خاص زبير محمد صالح. راجل يعني زي ما بيقولوا في السودانيين أخو أخوان، يتعامل بعفوية بلا بروتوكولات، وبعض الأحيان يعني تفتقد الكلمات التي تتعامل معه من شدة تواضعه. أنا بشكر فيك هذا الحضور الأنيق والصراحة التي تلمستها منذ بداية هذا اللقاء. دكتور لاماكول، كنت معنا اليوم ضيفا على هذه البرمجة قريبة منهم، جزيل الشكر لك. ونشكرك جزيلا يعني، وفرصة سعيدة. جزيل الشكر أيضا لكل من تابعنا هذه الحلقة. كانت مع دكتور لاماكول أجاوين، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي. ما زالت حلقاتنا قريبا منهم مع شخصيات اخترناها لكم بعناية تتواصل. تقبلوا تحياتي والفريق العامل. عيد سعيد.